إن شاء الله من خلال سنة 25، ربما في نهاية 25 ولا بداية 26 نزيدوا نرفعوا في العلاوات تاع البطالة، نرفع في العلاوات تاع المتقاعدين، نزيد نرفع نواصل ارتفاع الأجور، ونرفع حتى المنح تاع الطلبة. هذا كله باش نرجع له قدرة شرائية، قدرة التصرف اللي تصون كرامته. اليوم نشوفوا مثلا فيه دول غنية ما نبانش حنا مع الغنى نتاعها، اليوم المواطنين نتاعها تقلصت قدرتهم الشرائية. كان اللي سمحوا في كثير من الأمور اللي كانت تسمح لهم القدرة الشرائية نتاعهم. حنا ما نوصلوش لهذا الحد ما دامنا منضبطين. هذه كذلك لازم مع الشعب، مع المواطن، نحارب التهريب ونحارب المضاربة، لأن مش في صالحه، مش في صالحه. أنا ملتزم مع المواطنين أن إنتاجنا في السميد والفارينة وهذه يعني يفوق 150% تاع الحاجية تاعنا. المرتب لأقل من 30,000 دينار ما يدفعش ضرائب ولا الرسوم. مع اللي نرفع له المرتب تاعه إلى 50,000 60,000 دينار يدفع الضريبة تاعه، ولكن في الوقت الحالي ما يخلص لحد الأدنى الأجور رفعناه، نزيد نرفعه إن شاء الله. لما كل هذه السياسة اللي نصرت فيها أمامكم جزئيا تعطي النتيجة نتاعها في الميدان، في الضرائب، في الحسابات الوطنية، لا كونتابيليتي ناسيونال، أنا نلتزم برفع آخر للأجور، للمرتبات. وبالنسبة السنة المقبلة إن شاء الله نعاود نبدأ في رفع الأجور، نعاود نزيد نرفع العلاوات، نرفع القدرة الشرائية بتقوية الدينار الجزائري أولا. ثانيا برفع الأجور. ثالثا بالتحكم في الأسعار وتقوية الإنتاج الوطني باش ما نستورج. هذه كلها تسمح للمواطن اللي يخلص 3 ملايين ولا 4 ملايين، 3 ملايين 4 ملايين حقيقية ماهيش تاع وهمية، قدرة شرائية نحافظ عليها. نحافظ كذلك، نراجع كل ما يجري في الجامعات. قدرة الشرائية، بالنسبة للقدرة الشرائية نتاعكم ونتاع الناس اللي هم يستمعوا فينا، سنة العهدة الجاية قلت باش نزيد في المرتبات، نزيد في المنح، ونزيد في التقاعد كذلك، نزيد في التقاعد. المنحة تاع الطلبة الجامعيين راني زدت فيها، نزيدوا معليش. أتعهد أمامكم أن في العهدة هذه لن نلت الثقة نتاعكم نوصل إلى 450,000 منصب شغل. سجلوا عندكم الرقم ونتحاسب عليه، 450,000 منصب شغل. لازم نوصل إلى مشاريع استثمارية تفوق 20,000 مشروع استثماري. اليوم رانا في 8,900 باش نلحقها 20,000 إن شاء الله. 20,000 مشروع استثماري بالتسهيلات، بالعقار، بالسلفية نتاع البنوك وغيرها، نخلق ثروة في هذه البلاد ونخلق مناصب شغل، ونخلي البلاد نتاعي تلتحق بالركب نتاع أوروبا الجنوبية. بالنسبة السنة المقبلة إن شاء الله نعاود نبدأ في رفع الأجور، نعاود نزيد
نرفع العلاوات. نرفع القدرة الشرائية بتقوية الدينار الجزائري أولا. ثانيا برفع الأجور. ثالثا بالتحكم في الأسعار وتقوية الإنتاج الوطني باش ما نستوردش. هذه كلها تسمح للمواطن اللي يخلص 3 ملايين ل 4 ملايين 3 ملايين 4 ملايين حقيقية ماهيش تاع وهمية. قدرة شرائية نحافظ عليها. نحافظ كذلك نراجع كل ما يجري في الجامعات. وطبقناها حرفيا. قلت نرفع القدرة الشرائية نتاع الطبقة الكادحة، الطبقة المعوزة، الطبقة الوسطى. نحي لهم الضرائب ونحيت الضرائب. أول قرار خديته نحيت الضرائب على كل المرتبات لأقل تساوي ولا أقل من 30,000 دينار، 3 ملايين سنتيم على ذاك. وبدينا في رفع الأجور اللي وصلت في نهاية السنة الماضية إلى 47% الحمد لله، ومازال نزيدوا. مازال. اليوم راكم عارفين أيها المواطنون. الله يبارك فيكم. أنتم عارفين اليوم واش راهي بلادكم ما بين الأمم. الجزائر محترمة ما بين الأمم. الجزائر اللي كانوا باغيين يهبطوها ويكسروا لها الخشم تاعها أصبح النشيد الوطني يدوي في باريس. واسترجعت البلاد قوتها الاقتصادية واستقرارها. الله يبارك فيك. إن شاء الله. في شمال إفريقيا، في إفريقيا ما بين الدول تاع العالم الثالث، الدولة الوحيدة اللي حافظنا باش ما يكونش عليها دولار واحد مديونية هي الجزائر. لأن من العادة بعد الانتخابات الوعود تنسى. هذه مكتوبة وطبقناها حرفيا. قلت نرفع القدرة الشرائية نتاع الطبقة الكادحة، الطبقة المعوزة، الطبقة الوسطى. نحي لهم الضرائب ونحيت الضرائب. أول قرار خديته نحيت الضرائب على كل المرتبات لأقل تساوي ولا أقل من 30,000 دينار، 3 ملايين سنتيم على ذاك. وبدينا في رفع الأجور اللي وصلت في نهاية السنة الماضية إلى 47% الحمد لله، ومازال نزيدوا. مازال. اليوم راكم عارفين أيها المواطنون. الله يبارك فيكم. أنتم عارفين اليوم واش راهي بلادكم ما بين الأمم. الجزائر محترمة ما بين الأمم. الجزائر اللي كانوا باغيين يهبطوها ويكسروا لها الخشم تاعها أصبح النشيد الوطني يدوي في باريس. واسترجعت البلاد قوتها الاقتصادية واستقرارها. الله يبارك فيك. إن شاء الله.
إن شاء الله في شمال إفريقيا، في شمال إفريقيا، في إفريقيا ما بين دول تاع العالم الثالث، الدولة الوحيدة اللي حافظنا باش ما يكونش عليها دولار واحد مديونية هي الجزائر. كل شيء اللي حبينا نديروه درناه من أجل الاستقامة تاع البلاد بدون استدانة لأي واحد، ما يسألنا لا الكبير ولا الصغير، حتى واحد ما يسأل هذا البلاد هذا. وصلنا الحمد لله اليوم في البحر الأبيض المتوسط، ولما نقول البحر الأبيض المتوسط بما فيها الدول الأوروبية تاع البحر الأبيض المتوسط، ولا واحد وصل النسبة المئوية تاعنا تاع النمو الاقتصادي 4.2. فيه دول أوروبية لحقت 0.1 0.05 إلى آخره، ما كانش اللي وصل النسبة نتاعنا، ونزيدوا نواصلوا. وهذه باعتراف من مؤسسات دولية المالية والقارية. الله يبارك فيك، هذا هو الكلام، ما بقاش اللي يدل الجزائري دلوقتي، يمشي الجزائري. وأنا قلتها، اللي ما يحترمش، اللي ما يحترمش الجزائر وما يحترمش الجزائريين والجزائريات ما نحترموهش، ورانا له بالمرصاد. أخ نفوف، أخ نفوف،